كوكو بنات، لاباس عليكم؟ صحه لاباس، نتوما بخير. اليوم عندي لكم واحد الوصفه جد جد رائعه، واللي هي متداوله في الاوساط الشعبيه المغربيه ديالنا، واللي هي مكونه من جوج العناصر. هاد العناصر غتساهم في فرد وتنعيم الشعر. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا نخاع التور او النخاع العظمي، يعني كتمشيو عند الجزار كتاخذوا من عنده العظومه ديال البقر البقري، ياك هذوك العظومه تيكون داخل فيهم واحد النخاع. هذاك النخاع هو اللي استخرجناه ودرناه لكم هنايا، ها هو في بلاطه ديالو بغيت كيف ما كتشوفوا، زائد زيت الزيتون. يعني هاد جوج العناصر غنخرجوا منهم واحد الوصفه اللي غتكون مفيده بالنسبه للشعر ديالنا، اللي غتقوم بفرد وتنعيم الشعر. بلا ما ننسى نقول لكم ان النخاع العظمي هو نخاع كيتكون من مواد معدنيه ومن فيتامينات مهمه وصالحه للجسم وكذلك صالحه للشعر، فما كاينش احسن من هاد الوصفه الساهله المهله اللي تقدروا ديروها، وان شاء الله نتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم. اول حاجه غادي ناخذ النخاع العظم، غادي نشدوه غادي ندوبوه ونتلاقاو بعد الفاصل ونقول لكم شنو غندير به. اذا كما كتشوفوا بعد ما قمنا بتذويب النخاع اللي ولا على هذا الشكل وصفيناه من دوك البقايا ديالو في الصفايه، نفس الكم كنحتاجوا نفس الكميه ديال زيت الزيتون. وكناخذوا واحد البول باش كنقدروا نخلطوا فيها الخليط ديال النخاع زيت الزيتون، باش نوريكم كيفاش غادي نقدروا نحضروا هاد الوصفه. اذا على بركه الله كنقوم بوضع النخاع، ولا كنتسناو حتى يبرد شويه لانه بالنسبه لي انا باقي ساخن، فما يمكن ليناش نخلطوا هاد الجوج لان غادي نقدروا يا اما غتهرس لينا البول ولا يطرى لينا شي حاجه ماشي هذيك. اذا كنتسناو حتى تبرد شويه، يتبرد النخاع عاد كنقدروا نخلطوا، اولا كنديروا هاد العمليه كنضيفوا بشويه بشويه مع التبريد وكنخلطوا في هاد البول، والنتيجه نوريها لكم بعد قليل. فكنحصلوا على هاد الخليط في هاد الزلافه، غنتسناو عليه واحد شويه بما برد فغادي يرجع لينا على شكل جيل. هاد الجيل غنقدروا نوضعوه في واحد نحتفظوا به في واحد البوس صغيور، غادي يولي لنا على شكل ديال الفازلين، لان النخاع العظمي مني غادي يبرد ومع الزيت غادي يولي على شكل جيل، بحال ماشي جيل ولكن بحال شكل كريمه. هاد الكريمه غنقدروا نديروها في الشعر على الشعر الراس قبل زعما قبل ما نمشيو للحمام، قبل ما نغسلو شعرنا كنديروها كنفردو بها الزغبه، كنديروها بحال الشكل ديال دي فريزاج وكنخليوها في شعرنا، كندوروها بفوطه ساخنه، يعني كنشدو فوطه ناشفه كنديروها في المطايب وكنعصروها وكنحطوها على على الشعر. العمليه كتساعدنا على ان الزغبه كتاخذ هذوك العناصر وكتدخلهم ليها بحيث كتولي غنيه وكترطب. هذا هو طريقه الاستعمال ديال هذا الخليط. كنتمنى نكون ما كثرتش عليكم وتكون الفيديو ديالي يكون في المستوى، وان شاء الله جربوا الخلطه وعطوني الاراء ديالكم وقولوا لي شنو فاتكم هاد الوصفه، واش كانت نتائج ديالها مزيانه، واش كانت مفيده لكم ولا لا. نتسنى الاراء ديالكم وما تنساوش تدعمونا بلايك وابوني لاشين ديالنا، والاقتراحات ديالكم في التعاليق اللي هي بالنسبه مهمه لينا بزاف. وكنتمنى ما كنتش ثقيله على قلوبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم.